إلى أسعار النفط التي استقرت على نطاق واسع اليوم مع ترقب المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وبيانات رسمية حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة وتفاصيل حول خطط التحفيز الصينية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 74 دولار و47 سنتا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنفس المقدار أيضا عند 70 دولارا و64 سنتا للبرميل.